أسعد الله مساءكم بالخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. مشاهدينا على مدار 30 دقيقة سوف أكون معكم في برنامج الوطن، تواصلوا معنا على إيميل البرنامج الوطن دوت اليوم @الآن دوت تي في، وأكيد أيضا على هاشتاغ البرنامج هاشتاغ الوطن اليوم وهاشتاغ الحالات الإنسانية هاشتاغ فرد مع شيرين. مشاهدينا ماذا عن أهم الأخبار في المملكة لهذا اليوم؟ رسالة من الملك سلمان لأمير الكويت تتعلق بآخر المستجدات، قادة جيوش التحالف الدولي ضد داعش يجتمعون في الكويت، ومؤامرة إيرانية لخطف وتفجير طائرات سعودية. مشاهدينا ما هي المواضيع التي سوف أناقشها اليوم في برنامج الوطن؟ مجلس الوزراء نقف إلى جانب الشعب اللبناني بطوائفه كافة، ونظام لحماية حقوق المسنين وأولوية ومجانية في الخدمات وإعانة للعائل على طاولة الشورى، والداخلية التوقيف والتحقيق مع المتورطين في الاعتداء على فتاة مول النخيل. حياكم الله. شدد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز على ما عبر عنه مصدر مسؤول بشأن وقف مساعدات المملكة لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية دأبت وعبر تاريخها على تقديم الدعم والمساندة للدول العربية والإسلامية، وكان للجمهورية اللبنانية نصيب وافر من هذا الدعم والمساندة، ووقفت إلى جانب لبنان في كافة المراحل الصعبة التي مر بها وساندته دون تفريق بين طوائفه وفئاته، حرصا منها على ما يحقق أمن لبنان الشقيق واستقراره ويحافظ على سيادته. ينضم إلينا الآن ومن الرياض عبر الهاتف الدكتور محمد الزلفة عضو مجلس الشورى السعودي السابق، أهلا ومرحبا بك دكتور. اعتبر عدد من المهتمين في الشأن السياسي والاقتصادي بأن ابتعاد المملكة العربية السعودية عن لبنان هو يعني دليل دعنا نقول لسقوط الدولة في أيدي ميليشيات لبنانية، هذه الميليشيات تهدف إلى الطائفية والتفرقة ما بين يعني ما بين أبناء الشعب اللبناني، حدثنا عن هذه الجزئية. هو صحيح موقف المملكة من إيقاف الدعم للجيش اللبناني ولقوى الأمن اللبنانية جاء نتيجة لاختطاف الدولة اللبنانية من قبل حزب الله، مما جعل المملكة تقف حائرة. طيب نحن ندعم المؤسسة العسكرية، ندعم القوى الأمن الداخلي اللبناني، نحن حريصين على سلامة لبنان وعلى وحدة لبنان وعلى ازدهار لبنان، ولكن هناك من لا يريد للبنان خير، خاصة هذا الفريق اللبناني الممثل في حزب الله الذي تقريبا صادر كل شيء على الحكومة الشرعية حالة دون أن يكون هناك رئيس الجمهورية اللبنانية لأكثر من 20 شهر. أيضا وصل الأمر إلى أنه تتخذ الحكومة اللبنانية قرارات عربية ضد المصلحة العربية وضد مصلحة المملكة العربية السعودية إرضاء لهذا الحزب أو رضوخا لإرادة هذا الحزب، إضافة طبعا إلى أهم شيء وهو تدخلات هذا الحزب، تدخلاته في 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 مناطق مختلفة في سوريا في العراق في البحرين في الكويت في اليمن، وكل هذا يشبه الحرب المعلنة ضد المملكة العربية السعودية لمصلحة إيران، لأن حزب الله وظف نفسه وقدراته وقدرات الشعب اللبناني وظفها لمصلحة إيران. هذا نعم. السبب اللي جعل المملكة العربية السعودية تأخذ هذا الموقف، وربما الحكومة اللبنانية والمكونات اللبنانية المختلفة الذين وجدوا أنفسهم مسلوبي الإرادة أمام إرادة حزب الله يعيدوا حساباتهم في
علاقاتهم مع دولة هي أحرص دولة عربية على مصلحة لبنان، مساهمت في كل شيء له علاقة بلبنان. نعم دكتور محمد، عندما نتحدث عن قرار المملكة ألا وهو تجميد الهبة للجيش اللبناني وإعادة أيضا النظر بالعلاقات بين البلدين، هذا القرار فعليا جاء مفاجئ للسلطة اللبنانية، أو دعنا نقول هو خارج سياق التوقعات، برأيك اليوم كيف ستتصرف الحكومة اللبنانية؟ أنا أعتقد أنه الكثير من القيادات اللبنانية ما كان هذا أمر يعني قرار المملكة لم يكن مفاجئ، كانوا يتوقعون أن يحدث شيء من هذا، وكان البعض منهم يقول تأخرت المملكة أيضا في اتخاذ مثل هذا القرار لسبب واحد، أن حزب الله يقوم بكل عمل عدائي ضد المملكة، سواء إعلاميا تحركهم فيما يتعلق بتدريب الحوثيين في اليمن، في إثارة الفتن في البحرين، في تدعيم ما يسمى بحزب الله في الكويت، أمور مختلفة. أيضا التفجيرات التي حصلت في المملكة قبل عدة سنوات في مدينة الخبر كان حزب الله وراها، والنظام الإيراني والنظام السوري، وكثير من الفتن التي كانت تقوم في الحج في مكة المكرمة كان أنصار حزب الله من الفاعلين الذين يريدون أن يعني يعملون إشكاليات في هذه المناسبات المقدسة. ولكن ولذلك اجتمعت الحكومة اللبنانية والذين كما تقولين فوجئت على أساس أنها تعدل المسار. البارح جلست الحكومة اللبنانية على مدى أكثر من 7 ساعات ويناقشون جملة هنا وكلمة من هنا لكي يرضون المملكة من جانب ولا يغضبون حزب الله من جانب آخر. ولكن القيادات اللبنانية الفاعلة حسب ردود الفعل اليوم والتصريحات والمؤتمرات اللي تعملها الفعاليات اللبنانية والقيادات اللبنانية حتى هم ينتقدوا القرار أو القرار الحكومي أو البيان الحكومي لأنه لم يكن قويا بما فيه الكفاية، لأنه أيضا الشعب اللبناني بمكوناته المختلفة يريد التخلص من هيمنة هذا الحزب على مقدرات حياتهم. حياة اللبناني الآن تعيسة جدا، كل شيء معطل، الاقتصاد معطل، المواصلات معطلة، فرص العمل معطلة، السياحة معطلة بسبب هيمنة هذا الحزب. ولذلك أعتقد أن هذا الموقف في المملكة يخدم لبنان في الدرجة الأولى لكي يتخلصوا من هيمنة هذا الحزب إذا كانت هناك فعلا يقظة لدى القيادات اللبنانية. نعم دكتور محمد، اليوم المملكة تواجه مشروعات إيران التوسعية، نجد محاولة إيران تدخل في شؤون المملكة، أيضا دعمها للحوثيين، دعمها لحزب الله وحزب الله، برأيك أو تعليقك على ذلك، وكيف ستواجه المملكة مشروعات إيران التوسعية؟ المملكة في حالة مواجهة مع إيران منذ قيام ثورة إيران وفكرة تصدير الثورة واستهداف المملكة ودول الخليج، ومن ثم ايضا السنوات التي يعني او العقدين الاخيرين حينما تدخلت ايران بقوه في المنطقه العربيه مستغله الظروف الصعبه من المتغيرات في العراق، المتغيرات في اكثر من موقع، وايران وراء كل هذه الفوضى التي شاهدها العالم العربي. ولكن حينما بلغت الامور الى ان ايران فعلا مستهدفه المملكه العربيه السعوديه، وجودها في العراق كخطوة أولى للقفز على أمن المملكة العربية السعودية، وجودها المستميت في سوريا أيضا وفي لبنان من أجل الحق الأذى بالمملكة العربية السعودية، ثم الطامة الكبرى وجودها في اليمن، واليمن يشكل الصمام الأمان للمملكة العربية السعودية. والمخطط الإيراني يقول اليمن هو القاعدة التي نريد أن نبني فيها قواتنا لكي نقفز على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية. ولكن فوجئت إيران حقيقة هذه المفاجأة الضخمة بموقف الملك سلمان وعاصفة الحزم والضربة القاضية لهم في اليمن، ومن ثم فوجئوا أيضا في فترة معينة عام 2011 حينما أرادوا أن يقلبوا الأوضاع في البحرين في عهد الملك عبد الله رحمه الله، حينما وجه بدرع الجزيرة لحماية البحرين. أيضا فوجئوا بمواقف المملكة في درء المخاطر عن الكويت، حتى الرسالة التي أرسلت بالبارحة من الملك سلمان إلى الكويت
لأن الكويت والبحرين والخليج كله يتعرض لمؤامرات إيرانية خطيرة، والمملكة العربية السعودية هي الآن الدرع الواقي للأمن القومي العربي ليس فقط الخليجي. المملكة العربية السعودية تتزعم الآن اليقظة العربية في مواجهة التحديات، وعلى رأسها تحديات إيران. التي استخدمت غاز فلسطين وهي كاذبة، لم يعملوا شيء من أجل فلسطين، إنما استخدموها لذر كوسيلة العرب السدج ليقولوا إنها بتحارب فلسطين. نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم من الرياض، الدكتور محمد آل زلفا عضو مجلس الشورى السعودي السابق، شكرا جزيلا لك. انتهت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى من دراسة وإعداد مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم، مؤكدة على أهدافه في تعزيز مكانة كبار السن ورفاهيتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم والمحافظة عليها وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم، منوهة بصيانة الأنظمة وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم لحق المسنين، لكنها رأت أن أفرادها بنظام خاص بات مطلبا مهما وملحا. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن جدة الدكتور صدقة الفاضل عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ العلوم السياسية. أهلا ومرحبا بك يا دكتور في برنامج الوطن اليوم. بداية، النظام، إيجاد نظام لحماية حقوق المسنين وأولوية ومجانية في الخدمات وإعانة للعائل، هذا النظام على طاولة الشورى، هل من الممكن أن يرى هذا النظام النور عما قريب؟ بالطبع، الجميع أكاد أقول يعني هناك إجماع على ضرورة وجود مثل هذا النظام. الجميع يتحدث، جميع الأعضاء يعني يؤيدون وجود نظام يعطي كبار السن في المملكة العربية السعودية الحقوق المشروعة التي يستحقونها، وتحسن من عملية التعامل معهم الحالية إلى تعامل أفضل من قبل المجتمع بمؤسساته المختلفة. في الواقع يعني خير من نتحدث عن هذا الموضوع هو سعادة الأخت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حمدة العنزي، لأن الموضوع ككل مطروح في هذه اللجنة. أولا، لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى هي التي تدرس هذا الموضوع ومن ثم تطرحه على كل المجلس. صحيح أن لدينا نحن كأعضاء خارج اللجنة لدينا بعض المعلومات عن هذا الموضوع، ولكن أتمنى من برنامجكم الموقر أن يتصل بلجنة برئيس لجنة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حمدة العنزي، فلديها معلومات وافية عن هذا الموضوع ولدى اللجنة أيضا هذه المعلومات. لكن أنا أقول تعليقا كعضو في المجلس أننا جميعا مع وجود مثل هذا النظام الذي يقنن كيفية التعامل مع كبار السن. أولا يجب أن نحدد من هم كبار السن، ومن ثم ما هي المساعدات أو الامتيازات التي يجب أن تقدم لهم، وما هي شروط تقديم هذه المساعدات وما إلى ذلك. طبعا نحن نعرف أن كبار السن معظمهم من المتقاعدين، يعني فيجب أولا أن تكون رواتبهم التقاعدية مناسبة، وإن لم تكن مناسبة يجب يعني إعانتهم وتقديم لهم إعانات إضافية، ثم تقديم الرعاية الصحية التي يحتاجونها لهم بأيسر الطرق الممكنة، ومعاملتهم معاملة مفضلة وتفضيلية من قبل كل يعني مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية أيضا، وخاصة المستشفيات والدخل العام بشقه البري والجوي وأيضا البحري، وهكذا يعني يعاملوا معاملة تفضيلية في كل المجالات الممكنة
تقديرا لما بذلوه من جهد اثناء شبابهم واثناء صح يعني عملهم لخدمه هذا المجتمع. نعم دكتور، عندما نتكلم طبعا عن معاملة كبار السن، يعني نحن في السعودية دعنا نقول هذا الموضوع معاملة كبير السن، يعني هذا ما نشأنا عليه أو ما تربينا عليه، أن نحسن أو نحسن للكبير، أن نحترمه، أن نساعده بكل ما نستطيع. ولعل هذا السبب ممكن اللي جعل مثل هذا القرار يأتي متأخرا، أو التفكير بمثل هذا القرار يأتي متأخرا. تعليقك دكتور. مجتمعنا كما تفضلتي مجتمع عربي مسلم يقدر كبار السن ويحاول دائما تقديم أفضل مساعدة ممكنة لهم، بالإضافة إلى احترامهم وإعطائهم حق قدرهم، يعني تقديرا لسنهم وتقديرا لمجهوداتهم التي بذلوها سابقا. هذا شيء موجود في مجتمعنا ولله الحمد، ولكن تقنين ذلك يعني إضافة إيجابية إلى هذه النظرة التي ينظر بها المجتمع إلى كبار السن. ثم طبعا نحن نعرف أن كبار السن في مجتمعنا يحظون من قبل عوائلهم وأبنائهم بالرعاية والاحترام والتقدير، ولكن أيضا نريد أن يتوسع ذلك ليشمل كل المجتمع، ويشمل ويكون هذا التكريم مقننا يحكمه نظام محدد يعطي هؤلاء حقوقا يعني قانونية في ضرورة حصولهم على معاملة مميزة. وخاصة هناك كبار سن يعني في الواقع ليس لديهم أبناء، وهؤلاء أحق أيضا بالمساعدة. صحيح، يعني من تسهيلات دعنا نقول رواتب شهرية، ويعني تسهيل حتى في دخول هذا كبير السن، حتى أنا يعني في للمستشفى في حال رغب بتلقي العلاج، وأولوية أيضا في أخذ المواعيد في المجال الصحي والمجال الاجتماعي له، وفي مجال المواصلات. نعم، وحتى أيضا في مراكز البيئة الكبرى يعني لهم معاملة خاصة وتخفيضات خاصة. صحيح، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم دكتور صدقة الفاضل، عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ العلوم السياسية. أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم. مشاهدينا، ما هي أهم الأخبار المحلية في المملكة لهذا اليوم؟ ولي العهد الوطن لن ينسى أبنائه الشهداء وذووهم محل الاهتمام. ولي العهد يدفع ب 1450 خريجا من قوات أمن المنشآت لميدان الشرف. ولي العهد يجري محادثات مع وزير الدفاع السنغافوري. وأمير مكة يدشن مشاريع في ميسان وتربة وأرنيا بأكثر من 3 مليارات. وزير التعليم لم نلغي الانتساب ودراسته متأنية. ومحاكمة الـ 32 تكشف تورط أستاذ جامعي وموظف تعليمي بالتجسس. إلى فاصل قصير. من جديد حياكم الله. صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أمس بأنه، وإشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته بعض وسائل الإعلام عن حادثة ملاحقة فتاتين في الشارع المحيط بأحد الأسواق بمدينة الرياض من قبل أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما نسب إلى بعض أعضاء الهيئة من اعتداء على إحداهما، لأن القضية لا زالت محل التحقيق والمتابعة، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقا لما يقضي به النظام، وإيقاف المتورطين في قضية الاعتداء عليها للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من مخالفة أو مخالفة نظامية. يا تموت يا حوت.
الوقت الجنة من الوقت. ها؟ عموما مشاهدينا، احنا كنا تناولنا هذا الموضوع في حلقة سابقة، طبعا وناقشنا من عدد من الزوايا. اليوم احنا نبي نفتح الموضوع مرة ثانية على أساس طبعا هذا التحرك السريع والعاجل من وزارة الداخلية بحق من قاموا بالاعتداء على هذه الفتاة، طبعا لأن من المرفوض يعني في السعودية سواء اجتماعيا أو حتى على مستوى الدولة والحكومات أن شخص مهما كان منصبه مهما كان مكانه أنه يعتدي على شخص ثاني، ما بالكم طبعا لو كانت هذه المرأة يعني امرأة وامرأة ضعيفة. طبعا مثل ما احنا كلنا نعرف يعني احنا عندنا في السعودية احترام للمرأة وتكريم للمرأة، واللي شفناها الحين المقطع هذا بعيد كل البعد عن الاحترام وعن التكريم. أنا كمان قبل كذا ودائما أنا طبعا أثري الموضوع هذا موضوع وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كشرطة لحماية الفتيات، أيضا الشبان في بعض الأحيان، وجود هذا الميزان في المملكة العربية السعودية، وما يعني يعرف تعريفا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كشرطة لحماية الأخلاق والآداب. طبعا الكل يجمع في المملكة أن وجودها ضروري ومهم، وبالعكس يعني كلنا كسعوديين إحنا يعني نبيهم يكونوا موجودين، بس دائما وكلنا أكيد طبعا نشيد بالمهام اللي يسوونها سواء من مكافحة المخدرات، إنقاذ الفتيات في بعض الأحيان من الابتزاز، أيضا الشباب إن كان في عليهم قضايا ابتزاز، لكن لما يكون في تجاوزات احنا نتكلم ونقول لا هذا الموضوع غير مقبول قلبا ولا حتى قالبا. وشفنا التحرك السريع من وزارة الداخلية اللي أوقفت اللي قاموا بالاعتداء على هذه الفتاة. للتعليق على هذا الموضوع الدكتورة سحر رجب الأخصائية الاجتماعية والنفسية، أنت معي الآن على الهواء، أهلا ومرحبا بك دكتورة سحر في برنامج الوطن اليوم. بداية كفتاة وفتاة سعودية، كيف تشوفين تصرف هذا يعني تصرف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما أتكلم كلهم، أتكلم على التجاوزات من بعض الأعضاء. أولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الهيئة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني هذه جهة مختصة ب يعني ضبط الأمور، لكن لو حصل انه تجاوز او صار انه في اشكاليات مع يعني مع المضبوط فيها ولا المشكله اللي حاصله، فطبعا جدا صعب يعني بالذات كهي كونتها يعني انه صار فيها تحرش او صار فيها اشكاليه و من جهات يعني الضبط ما ضبطت يعني هذا الامر، فمن هنا يعني يكون في زي الحساسية طبعا. يعني خلينا بقول لك الأعضاء هذولا يعني اللي مفروض إن هم يضبطون الأمور هم اللي خربوا الأمور، يعني هم اللي يبغى لهم ضبط طبعا تجاوزات غير مقبولة نهائيا. طيب لما نتكلم عن هيئة الأمر بالمعروف وصورتها في المملكة، احنا في السعودية كلنا نجمع على أن هي ضرورة، وبالعكس احنا يعني احنا معاهم أيضا، لكن يعني مثل هالتصرفات هذه وش كثر ممكن تخلي الناس ينظرون للهيئة بطريقة غير محببة أيضا لما يشوفون في تجاوزات من بعض أعضائها؟ أولا لأنه صار يعني في التجاوزات هذه لأنه صار في ناس يعني بيقبلوهم وبيشتغلوا ما عندهم الأهلية، ما عندهم الكفاءة العالية، ما عندهم الوعي التام، يعني بالضروره يكون عنده تدريب كيف يعرف يتواصل، كيف يعرف يعني حتى يضبط القضيه، مو انه يصير هو يعني مشكله على مشكله. الهيئه احنا حابين يعني فعلا انها تكون، بس لازم كمان يكون في تحري واضح في امور وعي
في ادراك لكل شيء اللي بيعملوه. بتصير فوضى، بتصير احيانا همجيه في التعامل، وهذا احنا اللي نرفضه سواء من الهيئه او من غير الجهه هذه. نعم، يعني حتى حكومتنا الرشيده ايضا ترفض، يعني وشفنا التحرك السريع دكتوره سحر، يعني من وزاره الداخليه على طول ايقاف هؤلاء الاعضاء اللي تجاوزوا على الفتاه هذه. ايوه، وهذا حلو، يعني ما شاء الله تبارك الله حكومتنا بتكون دائما على صله بالمواطن، دائما على صله بالشعب، بتعرف كل الاشياء اللي بتصير، هذا هو اللي يعني بيبرد قلبنا، لكن برضو احنا ما احنا حابين يعني كانسانيا كشعوب ما احنا حابين انه يصير في تجاوزات من اي جهه من الجهات. يعني حتى بتسبب انه بلبله، بتسبب فوضى، صح، بتسبب تساؤلات. طب ايوه، فاحنا من هنا احنا في غنى عنها، عشان كده بقول لك في احيان كثير في اي جهه يكون فيها توظيف بدون تاهيل، نعم، بدون يكونوا كفاءات، بدون يكون تعليم او نعم. الاصول اللي المفترض انها تمشي عليها هذه نعم. الجهه ايا كانت. نعم، انا اشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم، الاستاذه او دكتوره عفوا سحر رجب، الاخصائيه النفسية والمدرب والمستشار المعتمد من المجلس العربي وعضو هيئة الأمم المتحدة. أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم. وصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمس الاثنين جولته التفقدية على محافظات الطائف وميسان وتربة ورنيا، وطلع على مشاريع بقيمة تجاوزت 3 مليارات ريال. قال الفيصل: تفقدت محافظات ميسان وتربة والأمور في معظمها طيبة، ولكن هناك حالات يجب أن تعالج بسرعة خصوصا في المواقع التي يوجد فيها تقصير. إذا مشاهدينا، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. أكيد تواصلوا معنا على هاشتاغ البرنامج وعلى إيميل البرنامج الوطن اليوم. أشكركم على المتابعة، وبإذن الله أشوفكم بكرة وحلقة جديدة. مع السلامة.